ماشي بعدين داربين 12/2016 في عدا فوق ايش عارفين الجراحة 12/11/2016 تعريف جراحي 12/11/2016 قسم المراقبة يا عبد السلام عليكم شخصية بس أخلها أسماء كمان في مشفى أوريات ما فيها شكل شوف بعدين زيت لا تفوت ليك بتجيب طبلة ما تطفي النار او في جريت كان في ولد هون صغير نحن عم نطفي الحريق طلع الولد تحت الركام هون طلع عايش الحمد لله اسعفناه وطلع عايش ما كان معه دينار بس لا أنا محمود ساكنة بحي الشيخ نجار عندي 4 بنات وصبي أبيع أغراض من بيتي أشتري كيلو طحين ب1300 1200 أبعجنه وبخبزه بش على النار بطعميها الأولاد ومع يعني كمان ما بقضينا الكيلو
اوكي في ناس اسوي كيلو ايش يسوي؟ اليوم في بكره في بعدين ما ضل اغراض من البيت اثنين بدي اجيب لهم وطعميهم. هلا يعني الف مشكله ومشكله يعني اغراض من البيت مثل ايش في اغراض يعني هو ضروريات بالبيت عم ببيعهم بس ببيعهم وبجيب طحين عشان اطعمي هالولاد. نحن زحون من ريف حماة الشمالي، نقطن الآن في ريف إدلب الجنوبي. صرنا 4 سنوات نازحين من قرانا بسبب النظام المجرم الفاجر. نزحنا إلى ريف إدلب الجنوبي والآن نحن ساكنين بمخيم أبو الوليد. هاي الأرض اللي نحن هلا ساكنين فيها أخذنا أرض بضمان، نحن اللي دفعنا ضمانها. الخيام لا تقي حر الصيف ولا برد الشتاء، يعني بصراحة مرت علينا أيام بالصيف أيام حارة جداً، وهلق نحن مقبلين على فصل الشتاء ونفس الشيء، يعني الصيف ما قدرنا نسكن بالخيام وهلق فصل الشتاء ما راح نقدر نسكن بالخيام. في هون ساكنين اكثر من عائله وما في عندنا غير هالخزان المي هذا، وهالخزان هذا المي ما بيقدي للعوائل اللي ساكنه هون، فاجينا عملنا مثل حوض مي بشوادر ونوايله وصرنا نعبيها مي مشان الواحد يقضي حوائجه منها. طبعا المي غير صالحة لا للشرب ولا لشيء ولا لشيء. ثلاث ادغامات، ادغام متقاربين، ادغام متجانسين. بدفع الثمن بهالنزوح هذا هن الاطفال، الاطفال انحرموا كل مقومات الحياة، ويعني واهم نقطة هي نقطة التعليم، فراح يطلع عنا جيل جاهل بكل معنى الكلمة، فاجينا الحمد لله رب العالمين جماعة الطلاب وصرت اعطيهم دروس عسى ولعل أن يعوضوا جزء بسيط من الشيء اللي فقدوه بالنسبة للتعليم. وكني الحرفين نفس بعضين، مين بيعطي؟ جدري الماء، هناك جائحة كبيرة في جدري الماء، حالات التهاب الكبد الوبائي أيضا في جدري الماء. يعني بالعادة بالأشهر هاي تتواجد هذه الحالات جدري الماء بجوائح كبيرة، سببه طبعا فيروسي، وجدري الماء سريع العدوى. هناك تفشي الحالات في المدارس والتجمعات السكنية والمخيمات. راجع مشفى القنيطرة تقريبا بين 25 إلى 30 طفل يوميا. حاليا هناك انتشار بشكل خاص لمرض جدري الماء، تراجع مشفى عدة حالات يوميا، تعالج معالجة أعراضية خافضات حرارة أدوية حساسية، متوفرة هذه الأدوية بكمية قليلة، نتمنى زيادة الدعم. الدمار الذي عم أحياء حلب فإننا صامدون، رغم كل الهمجات والهجمات الجوية والبرية الهمجية والوحشية كما ترون الآن ونحن نقدم هذا الحفل، فإن أطفال مدينة حلب أرادوا أن يرسلوا رسالة
إلى طغاة العالم من بشارة وأعوانه أننا في حلب باقون رغم كل الدمار والحصار. الأقمار الصغار سوف ينفذون رقصة جميلة من تدريب الآنسة ياسمين، فليتفضلوا. مشكور. شايفين كان عبارة عن نقد للواقع السياسي اللي نحن عم نعيشه، بالإضافة للمسرحية الصامتة أدت لرسالة كتير كبيرة إنه نحن بوحدة الفصائل رح ننتصر على النظام. طالما بينا متفرقين وعم نتقاتل فيما بعضنا، فالمواطن والتجار هن المواطن هو الخسران الأكبر والتجار هن المستفيدين الأكبر، مثل ما شفنا بالمسرحية الصامتة. مسرحية جلا نار هي محاكاة لمئات بل آلاف أطفال سوريا. الطفلة فادية هي مثال لأم لآلاف الأمهات الحلبيات المتواجدات في المدينة. كل يوم ويومين منشوف عنا أم لجلا نار ومنشوف جلا نار جديدة عب نعيشها بحلب بسبب صواريخ فراغي عنقودي ارتجاجي. الروسي والسوري ما خلونا شيء، فما لنا غير نوصل الواقع بعبارة عن مسرحية صغيرة وصلت إن شاء الله بتصل لآلاف المشاهدين في الوطن العربي إن شاء الله. مديرية مركز بلقيس، نحن اليوم عم نخرج الدفعة الثانية مستفيدات المركز، 120 مستفيدة بين امرأة وفتاة تخرجوا من المركز، 150 طفل تخرجوا كمان من قسم الدعم النفسي، قسم افتح يا سمسم، خضعوا لدورات الدعم النفسي ومعلوماتية. اليوم خرجنا 120 مستفيدة، كان عنوان حفلنا كسرة حصار، بظل الأوضاع الصايرة، بدأ معركة تحرير حلب، يعني سميناها كسرة حصار تيمنا بالنصر إن شاء الله. المسرح صار لي كتير عم بتدرب ومشان أعمل هالحفلة وتدربت كتير حتى نجحت.